بسم الله الرحمن الرحيم. حلقة النهاردة بعنوان المواقف المحرجة في حياة كل واحد فينا. مواقف محرجة ما بتنسيش، منها اللي بتكون مع أشخاص قريبين مننا ومنها اللي لأ، لكن في مواقف من شدة غرابتها الواحد الحقيقة عمره ما بينساها. في مواقف محرجة كانت دايما تحصل لي مع مثلا أشخاص معينة، وده كان بيخليها ما تتنسيش، لأن هي كانت دايما بتحصل لي مع ناس بعينها. يعني مثلا وأنا في الكلية كان في واحد أعرفه أو واحد زميل اسمه سامح. سامح ده كان دايما تحصل لي معاه مواقف سيئة جدا، يعني كنت دايما أعمل معاه مواقف هي مش مقصودة، لكن مواقف محرجة وتزعل جدا. انا فضلت طول فترة الكلية مش عارف ده ايه سببه، يعني ليه دايما المواقف دي بتحصل مع الشخص ده. في زميلة عزيزة اشتغلت معاها في احدى المؤسسات، وبرضو كان دايما يحصل لي معاها موقف عجيب جدا، وهو ان دايما التليفون بتاعي كان يتصل عليه بالغلط. وطبعا هي لما كانت بترد ما كانتش بتلاقي حد، لانه التليفون كان بيبقى في جيبي. يعني اغرب من كده ان انا على طول كنت اقابلها تاني يوم، يعني لازم بعد ما الموقف ده يحصل لازم اقابلها تاني يوم، ولازم لما اقابلها تاني يوم اقابلها وش الوش، يعني فما كنتش ببقى عارف ساعتها اعمل ايه. المواقف المحرجة اللي عمري ما انساها برضو انه انا يعني هو طبعا الواحد يعني ايه ما بينساش اكتر حاجة المواقف المحرجة لما بتكون فيها كوميديا. يعني فمن المواقف دي ان انا في مرة كنت مروح بالليل وكان الوقت متأخر، وبعدين في ناس بتشغل العربيات الملاكي بتاعتها تاكسي، فانا شفت عربية من العربيات دي وقررت ان انا اركبها يعني. وبعدين بعد ما ركبت فوجئت ان اللي قاعد في العربية دول اتنين من جيراني، هما اكتر اتنين انا بستثقل دمهم وهما بيستثقلوا دمي. فكانت رحلة طبعا يعني اولا كانت حاجة في قمة الاحراج، يعني ده سبب احراج ليا وليهم. والرحلة طبعا كانت حوالي نص ساعة من الجحيم، يعني لانه احنا قاعدين طول الطريق مذهولين وطول الطريق ما بنتكلمش، لا انا بتكلم ولا هما بيتكلموا خالص. طول الرحلة مفيش اي كلام، وطبعا لما وصلت ما دفعت لهمش. يعني من المواقف المحرجة برضو كنت انا واصدقائي المقربين جدا سامي وايمن، وكنا رايحين نتفرج على ماتش كورة، كان ماتش كبير يعني مش فاكر، كان ماتش تصفيات كاس العالم حاجة زي كده يعني. وبعدين في مجموعة من أصدقاء سامي، يحيى ومجموعة كده معاه، كانوا المفروض إن هما هيتفرجوا معانا، فإحنا كنا عايزين نخلع منهم. فقلنا لهم إيه ده، إحنا هنروح نتفرج على ماتش في شبرا. أنا قلت لهم يعني إيه الأجواء عندنا في شبرا بتبقى حماسية وبتاع وكده، وهم هيجوا يتفرجوا معايا. فقالوا لي طب ماشي، وركبوا الميكروباص وإيه واتكلوا على الله وايه. واحنا قعدنا نلف مثلا ساعة كده ولا حاجة، وركبنا الميكروباص احنا كمان وايه، ورحنا عشان نشوف المكان اللي احنا ايه هنتفرج فيه. اول ما نزلنا من الميكروباص احنا لقينا اغرب منظر ممكن الواحد يتوقعه. لقينا نفس المجموعة دي، يحيى واصحابه دول هم اصدقاء سامي، لقيناهم واقفين على المحطة بتاعت المثلث كأنهم مستنيننا بالظبط. طبعا كان موقف محرج جدا، يعني هو المفروض ان سامي اول واحد هينزل، يعني الواد كان بيفكر ان هو يرجع تاني الميكروباص، لانه موقف فعلا كان محرج. طبعا احنا اول ما نزلنا ولقيناهم في وشنا معرفناش نعمل ايه، فقلنا اي كلام، لكن برضو الموقف ده فضل من المواقف المحرجة. وبعد ما هم حسوا بقى ان هم مش مرغوب فيهم يعني ايه توكلوا على الله، لكن يعني كان موقف كوميدي ومحرج جدا. شكرا.